طيب انا اوضح حاجه بسيطه للطلاب يفهموها. المنتدى ده بتاع السلفيه، المنتدى ده بتاع السلفيه، دار اوضح حاجه معينه للطلاب. انه منهم الصوفيه، الناس اللي بيضللوا فيكم ساهي صوفيه ذي هم من النوال حاجه عشان ما يجوا الناس يقوموكم ساهي. اول حاجه اس الناس اللي قاعدين هنا ديل كلهم صوفيه، اوريكم صوفيه كيف. هو الصوفيه ذي شنو اصلا؟ الصوفي ده زول يعني بحب ربنا وبصلي وبصوم بصلي وبصوم وبيعمل الحاجات الامر بها ربنا دي، مش عشان شنو؟ مش عشان خوف من النار ولا عشان حبا في الجنة، حبا في الله سبحانه وتعالى بس كده. اي زول بعمل الحاجة دي صوفي، اي زول بيصلي وبصوم وبيعمل الحياة الامر بها ربنا سبحانه وتعالى ده صوفي. اي زول بيعمل الحياة الامر بها ربنا سبحانه وتعالى حبا فيه ده صوفي. دي واحد. الشيء الثاني الكلام اللي بيجي يقول لكم فيه انه البرعي مشرك، عليك الله عليك الله، البرعي مشرك عليك الله يا اخي. زول بقول لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رايتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. يا اخي الايمان ده درجه بعد الاسلام، تجي تقول مشرك؟ يا اخي ما هن ثلاثه درجه، الاسلام بعد الايمان الاحسان، ما بتصل للثالثه من غير الاولى وما بتصل للثانيه من غير الاولى. يعني انت عشان تبقى مؤمن لازم تبقى مسلم، واذا بقيت مسلم معناه انت ما مشرك. هدى وصل لدرجه الايمان، يعني اصل البرعي مؤمن، البرعي مؤمن، مؤمن معناه مسلم، معناه مسلم معناه ما كافر. تجي تقول لي البرعي كافر؟ البرعي ما كافر يا اخي. اتفاقيات نيفاش دي 2005، اتفاقيات نيفاش واحد من الناس ساهموا فيها الشيخ البرعي. بعد ذاك ثاني يجي يقول لك الكلام اللي بيجي يقوله فيه ده، يجي قال لك الكتاب بتاع رياض الصالحين، والله البرعي ما الف، والله البرعي ما الف، البرعي ما الف، ما عرف ما الف الكلام ده. البرعي مؤلفاته محدوده. هسه انا لو دار من لمك في الخليفه الشيخ الفاتح ده ولده طوال، هسه ماسك الخلافه بتاعته من لمك فيه الخليفه بنعرفه، انا ده رقم تليفون عندي من الدقله. الله انا ما بقول لكم الكلام ده يا جماعه، الحقيقه انا من وين؟ انا من زريبة الشيخ البرعي، اتولدت وتربيت هناك وشفت الحياة بعيني، ما قالوا لي الحياة شفتها بعيني، ما قالوا لي ما كلامنا، قالوا شفت بعيني. البرعي ده بجينا في بيتنا بيجي بيتغدى معانا هناك وبيجي بفطر، وصاحب ابوي صاحب ابوي والله جد، وهندي بتغطية القومية هسه شوفوا كم لقيت فيها الكلام ده كله مولدي وين ولا غاشي. بعد ذاك يجي يتكلموا عن البرعي، انت البرعي ده بس والله البرعي ده يا اخي ده واحد من رجال السودان. يا اخي اذا كان ما واحد من رجال السودان زمانه اللي توفى نائب رئيس الجمهوريه علي عثمان محمد طه مشى له، مشى وفاته هناك ويبكي 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 وقال والله فقدنا راجل من رجال السودان. انت عليك الله تجي هسه تجي تقول لي البرعي والله. حاجة ثانية، بعدين الكتاب اللي بيتكلموا عنه ده قالوا البرعي ألفه 2010، البرعي توفى 2005، كيف يكون ألفه 2010؟ كذابين والله جد كذابين، قالوا هم سلف، والله السلف الصالح بريئين منكم، والله بريئين منكم. عليك الله رد، قولوا لي أنا كلام موضعي، تعالوا تكلموا عن قالت، هم تكلموا عن العقيدة
والله العقيدة دي كان كنت دار أتكلم لكم عنها بس. تكلموا عن الأشاعرة. المذاهب اللي تناولت العقيدة اللي هي العقيدة الإسلامية منها المذهب بتاع المذهب السلفية والأشاعرة وغيره من المذاهب اللي تناولت العقيدة، لكن النازل بيتكلموا برا سامين قالت بيتكلموا عن الحب. عليك الله خلي شو عندي يتكلموا لكم عن الحب، انت اللي عرفكم بالحب شنو؟ والله جد والله انتم في جامعة الخرطوم يا جماعة، والله جامعة الخرطوم دي محتاجة لسلفية، والله جد سلفية ده مش عليك الله تكلموا في الجامعات الطرفية برا جامعة الخرطوم دي والله ما بتقدروا تلعبوا ما بتقدروا تاكلوا فيها عيشين، تكلموا سايت والله. عليك الله بعدين خلي الشيوعية يتكلموا لكم عن الحب، انتوا عرفكم بالحب شنو يا اخي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الإخوة والطلاب الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ المناقش نحن نرد على نقاطه رد علمي، والله نحن ما قصدنا لا أنا ولا الإخوان من قبلي ومن بعدي أبدا ما قصدنا نهزئ من أحد أو ننال من أحد في شخصه أو ماله أو قبيلته أو شكله أو لونه، وإنما قصدنا الوحيد هو إحقاق الحق وإبطال الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالأخ ذكر نقاط وسخر مننا وضحك وقال جامعة الخرطوم ما بتقدر تاكلوا فيها عيش إلى آخره. نحن كدر نناقشك وأي أحد رأيه من رأيك أنت نناقشكم كلكم، الناس الآراهم الرأي ده ما كل الطلاب، الناس الآراهم رأي هذا الطالب نناقشهم بعلم. خير يا جماعة؟ طيب الأخ آخر نقطة ركز عليها شديد أكثر حاجة في كلامه موضوع البرع، ودافع عنه وقال هو جازاته طالع من الزريبة بتاعت البرع. طيب أنا دار أوريك البرع، دار أوريك البرع من كلام البرع. نحن أعداء للبرع، ما تقبل كلامنا صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه بالعقل كده نحن طالما أعداء له احتمال نكذب عليه، صحيح يا طلاب ولا ما صحيح؟ أنا دار النقاش يكون نقاش علمي، والأخذ يجلس بالراحة، والله لا درنا شتمك لا درنا لال منك، كلامنا اللي بنقوله ده شيله ودخله جوا عقلك ده ودوره جوا كله. إذا كلامنا ده باطل أدي البحر، كلام سمح ولا ما سمح؟ إذا كلامنا ده حق وخش في قلبك وفي عقلك أقبله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. دي كتب البرع. يعني أنا لو جيت افتريت وقلت والله يا أخي البرع ذا كذا والبرع كذا ومن راسي ساكت، بالمناسبة من حقك ما تقبل طالما أنت عادوا لنا كما زعمت وذكرت في خلاصة كلامك. دي كتب البرع الموجودة بالسوق. الكتاب الأول ده اسمه كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. لو حبيت أنت ذاتك وبعد ما نبستنا وطعنت فينا نحن صدرنا مفتوح، والله مفتوح خلاص. طيب لو حبيت تجي تقرأ الكتاب براك بيدك، لأنه يمكن أنا أكذب صحيح ولا ما صحيح يا طلاب، تقرأ براك وأنا أمسك لك المايك أقول لك أفتح صفحة كذا تقرأ براك، وأفتح صفحة كذا تقرأ براك، ولو حبيت تشرح كمان براك برضو نحن مستعدين. كلام ممتاز ولا ما ممتاز؟ عشان الكلام ما يبقى ساكت عيش وزلابية، كلام علمي يا شيخ عرفتها؟ طيب
الكتاب ده ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، تأليف عبد الرحيم وقع الله البرعي. ودي صورة البرعي هنا في الصفحة الثالثة، دي صورة البرعي ذات. وطالما أنت تربيت في الزريبة وشفت البرعي وتغدى معاكم وشرب الشاي وغيره، أهو ده دي صورته، بتعرفه كويس لو نحن كذبنا عليه. الكتاب مطبوع في بيت الثقافة الخرطوم. الكتاب ده ذاته نور الدجنة ده البرعي مدحه، مدح الكتاب ذاته قبل ما يموت، قال: نور إلهي دجنتي، نسلك جميعا طريق السنة. دجنتي اللي هو ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. الكتاب ده نفسه كده، لو واحد مسك لي المايك، البرعي قرزه هنا، ده البرعي نفسه في الصفحة رقم بعد الصورة طوالي، قال المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل، واتقوا الله ويعلمكم الله، إلى أن قال: وبعد، فقد اطلعت على، يلا يلا كلام البرعي في الصفحة رقم 6 عفوا، قال مقدمة بقلم المؤلف الشاعر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم على عباده، إلى آخره. أما بعد، فهذا ديوان اشتمل على قصائد ربانية ونبوية وصوفية ووعظية وأدبية وتاريخية، سميته رياض الجنة ونور الدجنة. البرعي يتكلم: اقتطفته من ثمرات أفكاري السقيمة، وأهديته لإخواني في الله أولي القلوب السليمة، عسى الله أن ينفعنا وإياهم به، وأذنت للمصلحين إذا رأوا خللا به أن يصلحوه. يعني البرعي أدانا الإذن نحن ذاتنا نصلح الكلام الباطل الجوه اللي حيجيك بعد شويه. ده بالصفحة رقم كم؟ 6. ده الكلام بيكون كده، الكلام لابد يكون علمي وماشي لقدام. انا ما غالبني بالمناسبه زي ما قدرت اهتر بينا، بالمناسبه ممكن اهتر بيك لما تجيب على حيلك وتنط فوق الحيطه دي فوق باذن الله، لكن انا ما داير يكون كده خلاص. واذا شاورت الصوفيه ذاتهم بوروك الحاصل، الحاصل هم عارفينه طبعا، لكن انا داير النقاش يكون خلاف الكلام ده الليله بالذات، ومعاك انت بالذات، لانه حسيت بيك مسكين والله العظيم. انا ما داير اهتر بيك، لكن انا داير اتكلم معاك كلام علمي دقيق، اوعك تفوت. ها طيب، نواصل. قال البرعي: واذنت للمصلحين اذا راوا خللا به ان يصلحوه. ده نصلحه. اها، والله اسال ان يوفقنا واياهم لما يحب ويرضاه، فانه نعم المولى ونعم النصير. كتبه الفقير اليه تعالى عبد الرحيم الشيخ محمد وقع الله البرعي الزريبة شريك كردفان. يبقى ما في طريقة تاني، بشر عاقل عنده مخ في راسه يجي يقول لي والله يا أخي ده ما حقه وما بتاع. طيب، ندخل في اللحم الحي، ماذا قال البرعي في الصفحة رقم 67؟ وأنا أتمنى الأخ ده يشيل ورقة وقلم ويكتب الكلام ده ويمشي يراجع ويتصل بالشيخ بعد البرعي الليلة الفاتح، يقول له الكتاب ده حق أبوك الشيخ ولا ما حق؟ ديوان رياض الجنة الصفحة كم؟ 67. والله بعد إما داير الحق بطريقتك، ودي حجة أنا بجعلها في رقبتك يوم القيامة لما تقابل بها الله، إنه نحن وريناك الحق ما من كلامنا، من كلام أبوك الشيخ البرعي ذاته. صفحة كم؟ 67. قصيدة أذكر إلهك رب العرش. قال البرعي: وخمرة الذكر بين القوم صافية، رقت وراقت على لون من الطاسي، بكر على أيدي أبكار تدار فلا، تصدع ناشئ منها على الراس، لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي. غابوا، اسمع الكلام ده كويس، غابوا ففاه بشيء في سرائرهم، يدق عن فهم ذي علم بكراسي. قال الحسين، الحسين ده منه؟ الحسين ابن منصور الحلاج، اللي عنده كتاب ديوان الحلاج موجود في الدار السودانية للكتب الطابق الثاني قسم اللغة العربية بالناحية الشرقية. قال به شنو الحلاج؟ الحلاج قال: ارتقيت إلى السماء فشاهدت ربي، فقلت: من أنت؟ قال: أنت. قال: طلعت السماء فوق قابلت الله. قال
الله قال قلت لي الله انت منو؟ قال الله قال لي انت ذاتك. دهنا اللي بيمدحوا البرع، شوف الكلام الحلاج شنو؟ والبرع بعد ما نقل كلام الحلاج الكفري، الحلاج قال كراعيدي فوق الله ذاته. البرع جاب الكلام ده ذاته. كراعي فوق ربنا، والبرع قال يا له من عارف كاسي. مدحوا بدل ما يقول ده كافر ملحد زنديق، قال ده زول تمام جدا. قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي. الكلام ده أبو جهل ما قال كلام قدر ده مع إنه كافر. أبو لهب المشرك داخل جوا جهنم ما حصل كفر قدر ده يا جماعة مع إنه كافر. قال وقائل خط بحرا زاخرا، ودي تروى عن البسطامي أو غيره. البرعي قال واحد تاني قال أنا خط بحر زاخر، يعني زاخر بالعلوم والمعارف. وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. الأنبياء ذاتهم ما حصلوا العلوم والمعارف الخشية الصوفية دي، الأنبياء ذاتهم. ده في الصفحة رقم كم؟ 67. وما في أحد أعلم من الأنبياء يا جماعة، لأنه في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال أما بعد فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. فأعلم الأمم هم الأنبياء الذين أرسلوا إليها، وأعلم الخلق بالله على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما شيوخ الصوفية. دي الصفحة 67. الصفحة رقم 69 من نفس الديوان. البرع يقول في قصيدة أذكر إلهك، أذكر إلهك بكرة وعشية، قال فالذكر عنوان الولاية إنه حقا يكون به المريد وليا. قال إذا ذكر الله المريد بيتطور بيبقى ولي. هذا بيبقى ولي بسوي شنو؟ نحن ما بننكر الأولياء يا شيخ. ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن القضية من هم الأولياء؟ من هم؟ الزول اللي بيلبس أخضر ولي؟ لا كذب. الزول اللي بيلبس أبيض بس ولي؟ لا كذب. اللي بيلبس أحمر ولي؟ لا كذب. ما باللبس ولا بالملابس. الأبو شيخ يكون شيخ؟ كذب. في ناس أبهاتهم رسل عديل وأنبياء وهم كفار. نوح عليه الصلاة والسلام ربنا قال له عن ابنه شنو؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. دود رسول أول رسل الله إلى أرض الله نوح عليه الصلاة والسلام، ولد كافر. يبقى القاعدة بتاعت الصوفية إنه ولد الولي ولي، ولد الخليفة خليفة، ولد الشيخ شيخ، ده باطل. لكن نسمع باقي الكلام. قال أول ما يبقى ولي بيحصل له شنو؟ قال يهب الغلام، ادي الجنة، يهب الذرية والغلام والولد والبت. نرجع على القرآن كده بالراحة كده. نرجع على القرآن. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده منو يا جماعة؟ الله. البرعي قال الأولياء بتاعينه بتاعين الصوفية شيخ الصوفية أول حاجة يهب الغلام، عشان كده قال لك شيخ اللي زرقاب بيدي البت للمرة المبتلت يجيبوها له 10 سنة متزوجة ما ولدت يسلموها للشيخ. قال إذا دايرة بت تجيب وقية ذهب يستلمها منها يديها بت. قال إذا دايرة ولد تجيب وقيتين ذهب، وده كله كفر بالله، ودي عقيدة شركية ما كانت حتى عند المشركين والكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه اللي بيهب الغلام وبيدي الولد هو ربنا، ما زي كلام البرع هنا. والبرع قالوا تاني في مرات ومرات، البرع قال كبوشي كم أدى ولد، كبوشي كم حل عقد، كبوشي يربط ويحل، كبوشي في كل محل، شرك وكفر بالله. ما في أحد بيدي الجنة يا جماعة أبدا أبدا.
زكريا نبي، نبي كريم يا شيخ، نبي نبي دعا الله إنه الله يديه وجنة والله أداه وجنة، نبي نبي. اجي الآن شيخ الصوفية البرع ولا غيره يجيبوا له المرأة أخ توف يتوفى لها تقوم تلد، كذاب محتال. هو الشيخ ذاته مرات يكون ما عنده ولد، الشيخ ذاته، وده كذب، ده كذب وده شرك بالله عز وجل. قال يا أبو الغلام اثنين يطير في جو السماء، يطير في جو السماء. لقاكم صوفي طاير يا جماعة، الناس اللي مشوا مطار الخرطوم وركبوا سافروا مصر وليبيا والسعودية، هل لقاك صوفي مشخت له جنبتينه الطيران الصوفي من الزريبة؟ لقاكم ما في يا ناس، ده كلام فارغ وكلام باطل كذب. بعدين يا أخي شوف الكلام ده، شوف الكرامات موجودة، لكن الكرامات لأولياء الرحمن وشيوخ الصوفية ديل أولياء الشيطان. ما في شيخ طريقة واحد من الطرق الصوفية ولي لله أبدا. ليه؟ لأنه ده كلامه، ده كلامه يا أخي. محمد عثمان عبد البرهاني ديل الجماعة اللي بيجيبوا الألمانيات، ده قال شنو؟ ده قال أنا الله ذاته وأنا البرحم الخلق ذاته ما الله، قال أجود على أمي اللي ترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، جبريله ميكاله إسرافه عزراه جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. ده الصوفية يا جماعة، زول صوفي مالك الكون كله، مالك الكون كله وفلسطين محتلة، زول صوفي مالك الكون كله والليلة المخابز والأفران بتاعت العيش بالصف. يا صوفي طيب ما تصلح الحالة دي يا صوفي يا بليد، ما انت الشيخ الكبير عرفته كيف؟ انت مالك الكون كله، مالك الكون كله والمسلمين مستضعفين يا صوفي يا خاين يا شيخ الطريقة، عشان تعرف انه ناس المحتالين وناس كذابين يا اخي. قال يا ابو الغلام امسك يطير في جو السماء، انا داير رايك تعال خش ورينا الكلام ده دليله شنو من الدين من القرآن والسنة، أكمل لك وتعال طوال أنا ما عندي أي مانع. يطير في جو السماء أها، يمشي على البحر الخضم سويا، يمشي على البحر بكر عينه أها بعد ذاك، وكذاك يبرئ أكمها مع أبرص، هو ما الله لأنه ما قال الله، عشان ما تجي تقول لي بإذن الله، البرعي ما قال بإذن الله، إما أنت أعلم من البرعي وهنا البرعي بينفخك كما في عقيدتكم، إذا قلت أعلم منه بيخليه، أنت أعلم من البرعي؟ أكيد لا. طيب وإما تقول ليه البرعي ده كلامه وإما البرعي ده كلامه باطل، قال وكذاك يبرئ أكمها مع أبرص وبخطوة يطوي المهامة طيا، أيضا يخاطبه الجماد، بيكلم الشيخ الجماد الحجر والنور والشمعة والزلابي يتكلم مع الشيخ، أيضا يخاطبه الجماد، ومن يكن طفلا بحجر المرضعات صبيا إلى آخر ما قال. دي صفحة كم؟ 69، سجل عندك وتعال ما في مشكلة، نحن والله غرضنا إنه الناس تعرف الحق وإنه الصوفية ديل على ضلال مبين. ده كتاب اسمه ديوان ليك سلام مني لعبد الرحيم البرعي ذاته بتاع الزريبة. يا طلبة في زول بيخلق غير الله؟ في أحد، في أحد من الخلق يستطيع أن يخلق من دون الله عز وجل؟ ما في. ربنا سبحانه وتعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، مش الكلام ده واضح؟ واضح، ما في أحد يخلق من دون الله عز وجل. البرعي قال نسمع كلامه كده، أول شيء نشوفه في كتاب ديوان ليك سلام مني في الصفحة أيوة 43 44، قال مصطفى عركينا مع ودع المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. كيف قلب العود مفهوم تتا شيخ تتا؟ كيف قلب العود مفهوم؟ يعني الصوفية بقول لنا دي لغة عربية ما بتفهموها، أول حاجة ده دارجي ما لغة عربية، ده أول حاجة انتهينا. ثاني حاجة البرعي شرح البيت ده ذاته باللغة الدارجية، ده شرحه نحن ما بنفهم،
البرعي أبو الفهيم في الصفحة رقم 44 شرح البيت ده براو. قال شنو؟ قال هو الحاج تتا الفلاتي كان رحيما جليلا في عالم الأسرار ومن كراماته ما أخبر به عبد المحمود بن أحمد الشنبلي ما بنعرف عن أحمد ولد مدني الجعلي ما بنعرف. قال كنت ممن صحب الشيخ تتا زمانا فرأيت منه كرامات شتى. أها الكرامات دي عند حدود يا جماعة، ما ممكن زول لو فرضنا ده ولي، ما ممكن ولي يعمل كما يخلق الله عز وجل ويكون قدرتك قدرة الله سبحانه وتعالى، ما ممكن، ده مستحيل، لأن الأنبياء والرسل ما حصلوا هذه المرحلة يحصلها ده. طيب أها قال شنو؟ قال منها أن امرأة من نسائه طلبت منه يوما أن يشتري لها خادما تخدمها، والمرأة ذات أنجض من الشيخ، قالت له اشتري خادم بدل ما يحترم نفسه ويطلع الجزلان يشتري الوقت ذاك لعله عندهم شراء الخادم، لا قال تخدمها وألحد عليه بذلك. قال فأمرني أن أحمل فأسا، ده علاقته بالخادم شنو، وثوبا، وأن أمشي معه إلى شجر هناك، شوف اللف والدوران، فوقفت تحت شجرة وأمرني أن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان، أقطع عود على قدر قامة الإنسان، فلما فعلت ذلك قطع عود قدر الإنسان، فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا به، غت العود بالثوب القدر المرضة، وأنا أتنحى عنه قليلا، في عملية كيميائية حتحصل، أها زح شوية زح شوية، بحيث أكون قريبا منه، وده كل شغل بتاع لولو يعني داري يشدك مع القصة يعني، وده كذب، ده كذب والله، لو حكيته لشافع بتاع روضة بيقول لك إخي شافع بتاع روضة. طيب قال وأنا أتنحى عنه قليلا بحيث أكون قريبا منه، ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية كالضاب والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيتة بخيتة بخيتة، بيتكلم مع العود ده ما مجنون عليك الله، بخيت ثلاث مرات. قال فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة يعني خادم، بقى مرة العود اتقلب مرة. يا ناس في زول بيخلق مع ربنا، ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، شوف القرآن ده واضح ولا ما واضح، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما بجوز تاخذ طريق ولا بجوز تنتمي لطريقة صوفية ولا بجوز تسجل لك مع حزب أو جماعة، كله باطل، صوفي تجاني نقشبدي برهاني أنصار سنة أنصار مهدي أخوان مسلمين، كله زبالة كله باطل، لأنه ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وربنا قال في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غيرها من الآيات، لكن تابع القصة دي. قال وأقبلناه على الله تعالى، أنت اللي بتقبل الناس على الله عز وجل ولا ربنا اللي بيقرب الناس له؟ ده كذب يا أخي كذب. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحاول مع عمه أبو طالب أن يسلم، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، صوفي يقول لك أقبلت على الله، لكن الكلام الأخطر جايك، أسمع الكلام ده يا طالب، قال فمات قبل أن يفتح عليه فما زلت أرقيه في قبره، والآن من وقت وفاته قد بلغ 16 عاما، قد أدخلته في هذا العام القطبانية، والقطبانية درجة عند الصوفية، القطب قالوا زي ما جاب تعريفه في كتاب جواهر المعاني، القطب قالوا بيكون جالس بين السماء وبين الأرض، بين ربنا وبين المخلوقين، قالوا فلا ينزل إلى العباد خير أو شر إلا بموافقة القطب. هذا قال دخلنا القطبانية، أسمع الكلام، قال فمن زار قبره 7 جمع
لم تأكله النار. تزور قبر الفقيدة الصوفي البرعي قال لك ده كلام البرعي سبع مرات سبع جمع حددوه بالجمع قال لم تأكله النار. الكلام ده كيف يا جماعة؟ ده كلام من أبطل الباطل وكذب على الله عز وجل وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والبرعي كلامه كثير. البرعي قال قوماك نزاور للأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. وربنا عز وجل قال ما في أحد يعلم الغيب. البرعي كذاب محتال. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال في قصيدة جماعة ديل فسروها للناس غلط يوت قالوا يعني شنو كده ما عارف ديل ما نحن ديل ما نحن نحن العارفين اهو دي الكتب دي كلام موسع كتب ما اقتنعت بها شغلنا لك مديح البرعي ذاته بتاعت اللي بيجوه بالتلفزيون هذا سمعته الآن بأذانك مصطفى عراكينة مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. أما الموضوع اللي ذكرته الحمد لله بيناه بفضل الله عز وجل وبينا أدلته وانت ما بتقدر أصلا تصارع في هذا الموضوع أو غيره. عرفت الكلام ده؟ نحن في الكلام الشرك بتاع شيوخك الما تابوا منه وما رجعوا منه وماتوا عليه وما البرعي براء والكعب أي طريقة صوفية على باطل. وإلى أنا بسأل سؤال للودة ولا غيره حتى الثلاثة أنفار اللي بصفقوا له ولا كم نفر دين والصفقة كانت تعبانة جدا. شوف بسألك سؤال من أين جاء التصوف؟ هل هناك دليل من القرآن أو السنة؟ أنت كلامك كله لا جبت آية لا حديث بس شغل بتاع رجال حرم واركب معي يا شيخنا دخل له زمان شغل بقى شغل بتاع علم عندك دليل بتخش ما عندك دليل بتنجرم. عرفته؟ أنا داير دليل منك ومن الثلاثة اللي معاك جيب دليل. الله قال ابقوا صوفية جبته والله ما تجيبوا اليوم القيامة. الله في القرآن والسنة قال ابقوا صوفية إذا جبته ولن تجيبوا اليوم القيامة أدينا دليل ثاني قال من الصوفية أمش بغادي أبقى سمانية أو أبقى تجانية أو برهانية كل باطل. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأنا تكلمت معك كلام طيب وكلام علمي عسى ولعل تستفيد لكن أما وقد فعلت فعلتك أيوة. أما باقي كلامك اللي بتقوله ده وتبرطع وتكورك وتنبز وكده ده نحن ما شغالين بك كثير وده يدل على خواء عقلك والله. وأنا مضطر أقول الكلام ده لأنه ده لك فرصة تانية افتكرتها تقول تبته عرفته فراسك فاضي ساكت ما عندك أي حاجة وجاء ينكر الكتاب كمان كتاب أبوك الشيخ الأكل معاكم زلابية ده قال كتابي تيجي تقول لي ما كتابه أنت بتلعب ولا شنو؟ بعدين أنت لما تنفي حاجة تنفيها بدليل وأثبتته وتثبت بدليل بس هي حرم ما حقه حرم كده ما حقه والله حقه بعدين حرمت إذا ما بتجوز الحليفة بغير الله شرك خلي الكتاب ها خلينا أنت ده بس البرعي ذاته خليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. الرسول قال كده أنت كلام الرسول داير ولا ما داير؟ داير تاني ما تحلف بالحرام ده هو اللي علمك له في الزريبة أحلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. ده كلامنا يا جماعة كلام النبي عليه الصلاة والسلام حكاية ما صفقة ساكت وفرح وضحك يا جماعة ممكن ننصرف من هنا أو ما ننصرف كلنا نموت أنا ذاته بتفاصح ده ومن مات فقد قامت قيامته. الشغلة دي ربنا بيسألك منها أول ما تموت ربنا بيسألك من الكلام ده. ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله يا طلاب ويا إخوان يا فاضل ربنا بيسألنا من أي كلمة نقولها فأنت ما تدافع لك عن زول زول يا أخي أصل للشرك في البلد دي زي البرعي ذاته نحن ما لقانا كثير منه على البرعي ده زيه بس قدره كده في كتار أصل للشرك لكن البرعي ده أكثر واحد أصل في البلد دي والآن شغلوا لك المدحة تحت البرعي والصوفية ده أضل خلق الله. إذا كان الصوفي يقول أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا
انت جاي تدافع عنه؟ اذا كان الصوفي والبراء يقول روضة قبرك، هذا في الكتاب ده افضل من عرش الله وابرك ذاته. والان نسمعك للكتب، خليها دي المديح بتاع التلفزيون. روضة قبرك، كرر مرتين، روضة قبرك، روضة قبرك افضل من عرش الله وابرك. وده كلام كفر بالله سبحانه وتعالى. وقاعدين نناظرهم شيوخ الصوفيه الكبار، الكلام ده بيقولوا قدامنا قدامنا وبنرد عليه وبيدافعوا عنه وبنرد عليه، يبقى كيف ما قالوا؟ طيب بعد ذاك قال البرعي واحد من رجال السودان. احنا ما قلنا البرعي مرة، قلنا كده يا طلبه البرعي راجل ونحن رجال، لكن البرعي منهج باطل، منهج شرك بالله. ده الموضوع، انه من رجال، احنا من رجال وين؟ انجمينا؟ ما من رجال السودان برضه؟ او ده دقن وشنب وحاجات كثيره. طيب